أبدأ معك حضرة العقيد سالم الواعر، حضرة قائد كتيبة شهداء دينار، هل هذه صفة صحيحة؟ نعم. في قناة روسيا اليوم قدمتك القناة قائد كتيبة شهداء دينار التابع لمجلس برقة العسكري الأعلى، ما علاقة برقة التي تأتي في الشرق ببني وليد التي تأتي في المنتصف؟ والله علاقة تاريخية وعلاقة جوار وعلاقة عبارة عن عسكرية بحتة، لا علاقة لها بما يقوله الفدرالية والكلام هذا ما فيش منه. طيب، ما الذي جرى اليوم؟ أطلعنا على الأحوال الميدانية اليوم وفي الأيام السابقة خلال هذا الأسبوع. والله أنت تعرف من مدة 19 يوم وبني وليد تحت القصف، كان هجوم اليوم قوي علينا وقصف مركز من جميع الاتجاهات، ثلاث محاور استعملت فيه المدفعية بعيدة المدى على الأحياء السكنية، حالات بتر في النساء والأطفال في المستشفى، خمس شهداء اليوم سقطوا نتيجة هذا القصف. يعني 19 اليوم القصف اللي استعمل ضد بني وليد يحرر دولة كاملة وليس مدينة كاملة بني وليد. يعني بشاعة القصف لم أراه من في حياتي من قبل. طيب، وما الذي جرى اليوم تحديدا؟ والله قصف مدفعي ما الذي على استهدفه هذا الأحياء القصف السكنية. المدفعي كما تقول؟ نعم، ما المناطق التي استهدفها القصف المدفعي كما تقول أطراف اليوم؟ مدينة بني وليد، القبائل تعرف أنت إحنا قبائل على أطراف مدينة بني وليد على الجبال، فكان باتجاه الظهر أكبر تجمع سكاني باتجاه قبيلة العطيات والمناصير والتلمات والزيادات والساحقة، قبائل هجرت الآن، هجرنا سكانها داخل مدينة بني وليد، نازحين الآن من أطراف المدينة إلى داخل بني وليد، الآن قاعدين ساكنين في تحت أشجار الزيتون وفي الشعاب وفي البيوت وفي المدارس وفي الدوائر الحكومية. يعني طيب، وأين توجد قوات درع ليبيا؟ أين تتمركز حتى يصل قصفها إلى هذا المدى؟ والله أنا ما نعرفش أن ما نعرفش أن قوات درع ليبيا تهاجم في بني وليد، نعرف أن ميليشيات مسلحة خارجة على القانون، إذا كان هذه قوات درع ليبيا فمانيش عارف شو نقول، يعني أنا مش متأكد طيب، أن أين قوات درع توجد ليبيا. هذه القوات؟ يعني هذه توجد على أطراف محاصرة بني وليد من يوم 2/10 تم الحصار خانق على بني وليد، موجودة في الحدود الشمالية، موجودة في الحدود الشرقية، موجودة في السدادة. الحصار تقدمت هذه القوات على ثلاث محاور من مدة 19 اليوم، وهي تقصف تقدمت من وادي المردوم، تقدمت من فدراج، تقدمت من وادي تيناي شميخ على المحور الجنوبي إلى أطراف المدينة، وكل يوم قصف طيب، مركز علينا. هل صحيح يعني حضرة العقيد سالم اليوم هو الواعر، قصف وسط هل الأرض. صحيح بأن قوات درع ليبيا قصفت مناطق الحصنة والحلمة والتربة في بني وليد؟ الحصنة، التربة، الحلمة كلها، يعني القذائف هذه كانت مركزة قريبا من الإذاعة، كانت في قذائف تنزل وأنا كنت موجود غادي. يعني طيب، يعني ثمة من يقول كيف يمكن أن نصدق حضرة العقيد أن تقوم قوات درع ليبيا المتمركزة في تخوم المدينة باستهداف هذه المناطق الثلاث؟ والله يا اخي باعتبار الاعلاميين، هذه دوركم انتم الاعلاميين، تعالوا ادخلوا المدينه بني وليد طيب، واظهروا الحقيقه. إليك هذا التفسير الميداني وحضرتك قائد كتيبة شهداء دينار في بني وليد حضرة العقيد. يعني تقولون بأن قوات درع ليبيا قصفت، انا لم اقل قوات، لحظه لم اقل قوات درع ليبيا، قلت لك ميليشيات مسلحه ورابطه على الحدود. إذا طيب كان من هذه يرابط على قوات درع الحدود؟ ليبيا ومشرعنا من الدولة تقصف مدنيين، فهذه جرائم حرب للأسف تحملها الدولة الليبية. طيب، يقول لك تقولون بأن نيران قصف تأتي أنا من لم تخوم أقول درع بني ليبيا، وليد؟ قلت ميليشيات مسلحة طيب خارجة على القانون، طيب تقول لأن إذا بأن كانت درع نيران، ليبيا وتتبع الجيش الوطني لا يمكن أن تفعل في أبناء شعب بهذه الطريقة. طيب عموما سوف نسأل من يتحدث باسم الجيش الوطني عن هذه النقطة، لكن دعني
انطلاقا من حضرتك وأنت قائد ميداني هنا لكتيبة شهداء دينار، يعني تقولون بأن قصف نيران يأتي من تخوم المدينة واستهدف مناطق ثلاث وهي لقبائل معروفة، وهي الحصنة والحلمة والتربة. ثم من يقول أبدا لا تستطيع قوات درع ليبيا أن تستهدف هذه المناطق الثلاث، باعتبار أن قوات درع ليبيا توجد في ثلاث محاور، وهي المحور الأول المردوم، المحور الثاني صوف الجين، المحور الثالث تينيناي، وهذه المحاور تبعد بمسافة من 20 إلى 25 إلى 30 كيلومتر عن المناطق التي استهدفت وهي الحلمة والحصنة والتربة. وما استهدف في هذه المناطق تم برجمات لا يبعد مداها عن 7 أو 6 كيلومتر فقط. كيف يمكن أن نربط يعني الأمر؟ يا أخي، أولا من يقول لك في وادي مردوم أمس القوات الميليشيات لحظة الميليشيات المسلحة تقدمت إلى قبيلة التلمات بجوار قبيلة الحصن، وتم صدها وخراجها خارج المدينة. اليوم تقدمت إلى مصنع الصوف في قريب من وسط المدينة، قريبا من مستشفى بني وليد، ويضربوا فينا بمدفعية جراد وقذائف الهاوزر. أنا عسكري ونعرفها، والأمم المتحدة كانت عندنا من مدة 3 أيام مشاهدة القذائف. احنا لا نملك هاوزر ولا نملك جراد ولا نملك رجمات، كل معركتنا كانت بالأسلحة الخفيفة وال 14.5 و 23. وأتحدى أي جهة أن تثبت أن لدينا جراد أو هاوزر أو رجمات. هل صحيح؟ ثمة من يقول يعني مصادر كثيرة حتى من أبناء بني وليد ويسكنون خارجها جراء الموقف الذي اتخذوه تضامنا مع ثورة 17 فبراير، يتحدثون بشكل شبه مؤكد بأن القصف الذي يستهدف المناطق السكنية داخل بني وليد يأتي من بني وليد وليس من خارجها أو من على تخومها، وهي نفس رواية القذافي حينما كان يتحدث عن مقتل المدنيين. القصف يأتي من القوات المرابطة على تخوم المدينة وفي أن يكون من داخل المدينة، وبن وليد 100,000 نسمة، ويدخل الصحفيين ويسألوا من أين يأتي هذا القصف. هذا كلام التأكيد من عدمه. عليكم أنتم الصحفيين أن تدخلوا بقنوات حضرتك. ألا تحارب ما تسميها بميليشيات مصرات؟ ألا تعرف من أين يأتيك القصف؟ حضرتك عقيد وقائد كتيبة. أنا أقول أسمع يا ما تدخلنيش في متاهات، أنا ما قلتلكش ميليشيات مصرات. ليست متاهة. ميليشيات مسلحة خارجة على القانون. قلت لك ميليشيات مسلحة خارجة على القانون، لا تسمع في أوامر رئيس الأركان ولا تسمع في أوامر المجلس الوطني. أمس الدكتور محمد يوسف المقريف وعدنا بزيارة وعن الناس يأتي بالجيش الوطني لدخول بن وليد. لماذا أجلت هذه الزيارة؟ أخرت هذه الزيارة؟ ما المانع؟ كان بيكون عندنا أمس الساعة 2:30 في بني وليد بصحبة الجيش الوطني لدخول بني وليد، وتم الاتفاق معه على هذا. وجئنا بدل ما يجي الجيش الوطني بقصف شنيع وهجوم كاسح أمس علينا، سلمنا الله من يعني كنا في وضع لا يحسد عليه أمس، لكن الله كان معنا. عقيد سلم الوعر، حضرة العقيد، هل حضرتك من يقود الكتائب المسلحة في بني وليد أو هناك غيرك؟ أسمع، هذه دفاع عن النفس. نعم، هذه دفاع عن النفس. أبناء بني وليد كلهم يدافعون عن أنفسهم عن أعراضهم. هل أنت من يقود من يدافعون عن أنفسهم في بني وليد؟ يدافعون عن أنفسهم، ناس تدافع عن ممتلكاتها عن أعراضها. ليس لديه مشكلة، لكن أسألك، هل أنت من يقود الشباب داخل بني وليد؟ هل كتيبة شهداء دينار يعني تقوم بهجمات واشتباكات مع القوات المتمركزة على تخوم المدينة؟ لن أقول قوات درع ليبيا. كتيبة شهداء دينار زيها زي الشباب التانيين، هذا واجبها الدفاع على أرضها، الدفاع على المكان. هل لك دور قيادي ميداني على الأرض؟ أخي الدفاع عن المدنيين. سؤالي بسيط حضرة العقيد. لا غرازي، واجبنا الدفاع عن المدنيين. الآن المدنيين يقصفوا بأحدث أنواع الأسلحة، ماذا نفعله؟ هنحط ايدينا على خدودنا والراجل؟ لا، نحمي المدنيين، احنا وجبنا الان حمايه المدنيين. طيب حضره العقيد، غير بن وليد. سؤالي بسيط جدا، حضرتك قائد كتيبه شهداء دينار في بن وليد، اسالك سؤال بسيط جدا، هل لديك اي دور قيادي ميداني على الارض في بن وليد؟
وأنا قلت لك بكل وضوح أنا ندافع على المدنيين في بني وليد. لا أسألك تدافع على من حضرة العقيد؟ في أي ما علاقة في هذا بذلك؟ حضرة العقيد لا أسألك عن أي القضايا تدافعون أو تقاتلون، أسألك سؤال بسيط، هل لديك دور قيادي في داخل بني وليد فيما يجري الآن؟ أنا ندافع، نحن ندافع عن المدنيين جنب إلى جنب معنا في الخنادق. طيب عموما ابقى معي وأرجو أن تكون في الاستماع حضرة العقيد سالم الواعر. معنا الآن عبر الهاتف مبارك الفطماني رئيس مجلس بني وليد العسكري المكلف. سيد الفطماني أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. استمعت إلى العقيد سالم الواعر قائد كتيبة شهداء دينار، ماذا يمكن أن تقول؟ يعني لدي ضيوف آخرين لربما حتى من مصراتة، لكن حضرتك من بني وليد ومن قبيلة ورفلة، وسوف أترك المجال لك هنا حتى تتحدث مع ابن عمومتك. الحقيقة أنا لا أجد ما أقول لهذا الرجل، الحقيقة ليس عندي ما أقول لهذا الرجل الذي ورط هذه المنطقة في حرب دون ما فائدة ودون ما هدف. أنا أسأل هذا أو غيره من يناصرونه في بني وليد، ما الذي يجنونه من هذه الحرب؟ ما الذي يستفيدونه؟ ما الذي يستفيدونه من وراء هذه الحرب الذي تدمر البيوت وتشرد الأطفال، والآن أغلب أسر بني وليد مشردة في الشعاب وفي الوديان بسبب هذا وغيره، الطامعين في السلطة، الطامعين في المال، الطامعين. هذا الرجل ورط في بني وليد كما ورطها قبله وابن عمه جبران الذي كان يقود زحافل الطاغية، وهذا جاء على شاكلته وورط البلاد وورط هذه المنطقة هو ومن على شاكلته من المطلوبين القتلة الذين قام هو بتشكيل هذه الكتيبة المذعونة التي لا شرعية لها، وهو ليس له شرعية وليس له كتيبة معتمدة، إنما هو عبارة عن شخص احتوى إزلام النظام الفارين الذين كانوا يقاتلون في الجبهات، في جبهات بريقة وفي جبهات مصراتة، وقتلوا توارنا يوم 28 ويوم مذبحة الدعكة والخوازم، وهجموا على الكتيبة وقتل وقاد من قتلوا ثوار الجمعة الأشاوس الذين جاءوا يساعدون على أمن منطقة بني وليد. هذا الرجل لا يخشى الله، لا يتقي الله، إن كان يتقي الله وإن كان له ضمير حي كما يقول أنا أحمي المدنيين، هو من ورط المدنيين. الآن يا أخي الجيش الوطني وقوات درع ليبيا لا تستطيع دخول بني وليد بسبب ما يتخذونه من الأهالي ومن الوطنيين دروعا بشرية. الآن كتيبة ما تسمى كتيبة شهداء دينار تمنع الأهالي من الخروج، والآن جاءنا أنه أطلق الرصاصة على بعض العائلات الفارة من بواب الدينار وطريق النهر، والذي يقول لك ليس لنا جراد، الآن أهل المنطقة الجراد الذي آتى على منطقة الحسنة والحلمة من داخل بني وليد ومن منطقة ومن بواب الدينار أو ما يجاورها حتى نزل على تلك العائلة التي سمعنا أنها أصيبت بالجراد. أما قذائف الثوار أو كتائب المرابطة على سخوم المريض فهي لا تصل إلى تلك المنطقة التي لعسناها في السابق. قذائف الثوار في المرسوم حوالي 25 سيد الفطماني. طيب أعود إلى العقيد سالم الواعر حتى يعني نتجاوز المشكلة في الصوت مع السيد مبارك الفطماني. حضرة العقيد، ألو، حضرة العقيد سالم الواعر. أولا هذا الشخص اللي يفسني من أزلام النظام، عندما كنت في 93 وانقلبت على القذافي وفريت لأمريكا وحكم عليه بالإعدام، كان يهدد في بيوتنا ودائرة العلم الأخضر على رأسه صورة قاعدة موجودة. عندما تم إعدام الوافي مبيا هو كان حاضر ويصفق، وهو من إسلام النظام، ولا أريد أن أتكلم في تاريخه ولا أريد أن أرد عليه، لأني أنا نعرف زين وأهل بن وليد يعرفوا زين، وهذا حنقدموه في قضايا حقوقية ضد الإنسان، ملف 93 حيفتح، وهذا واحد من الذين
كانوا يهدمون في بيوتنا وارتكب جرائم ضد الإنسانية في بني وليد، ولا وعاش رد عليه أكثر من هيك، لأنه معروف عند أهل بني وليد، معروف عند وصل، معروف عند الليبيين، والقضية هذه حسمناها. أما ما يقول أن كتيبة شهداء دينار ترد الأهالي يا نعم والله لساني يعبس حتى عن ذكر اسمه. حضرة العقيد، الرجل قال نقطة يعني أعتقد أنها جيدة. دعني أعيد صياغتها من جديد. يعني تقول يعني تتحدثون عن المدنيين الذين يسقطون قتلى كما تقولون جراء قصف المسلحين على تخوم المدينة. الرجل يقول إن كنتم يعني تتباكون على المدنيين، لماذا لا تسمحون بأهالي بني وليد من المدنيين أن يخرجوا بدلا من منعهم، بل وضربتم الرصاص عليهم اليوم؟ أولا هذا محض افتراء، لم نطلق رصاص على أي من يريد الخروج. ألم تمنعوا المدنيين من الخروج من النزوح؟ أهل بن وليد متمسكين بالدفاع عن مدينتهم، والأخ هذا ما يسمعش في أن القسم اللي قسموه أمام كاميرات الفضائيات وأمام الصحافة أنهم لن يخرجوا من بن وليد. لا ترى أمثال حراير ليبيا كل يوم في ساحة الشهداء. فهذا الرجل أنا لا أريد أن أرد عليه. ألم ينزح أحد أبدا من بن وليد سيد سالم؟ لم ينزح، كل الأسر رافضة أن تنزح من بني وليد. طيب يعني ذكر بأنك واحد من أزلام النظام، نظام البائد، وأنت رددت عليه التهمة. هناك فيديو يثير الجدل حقيقة على اليوتيوب، أريد أن ترى وأن أعطيك مجالا كافيا لكي تعلق عليه. باشا. نعم، حبذا لو تشاهد وتسمع جيدا فلنتابع. قبائلنا العريقة، قبائل أرثل المجاهدة الصامدة، نحن نوجه لكم النداء، خلوكم صامدين، خلوكم صامدين. ونوجه نداءنا بالأخص إلى سالم دبنون الوعر الذي أتى لحماية بني وليد، فلتكن نية صادقة يا سالم، فلتكن نية صادقة كما قلت وكما عهدناك لحماية أهلك في بني وليد، ولا تجعل من هؤلاء العملاء الذين أنت تعرفهم وجها وجها وفردا فردا، الذين قادوا ضد أهلهم في بني وليد، والذين قادوا العملاء نيتو وجرذان ضد أهلهم في بني وليد. طيب، تقول بأن الشيخ الفطماني يفتري عليك، هل شاكر افترى عليك أيضا؟ هذا معروف يفتري علي، ولا أغراضي ولا قتلي به. أنا مش مسؤول على كل واحد يطلع في فضائية من خارج البلاد ويقول كذا وكذا وكذا، أنا مش مسؤول عليه. وجهول السؤال، أنا لا علاقت لي به، ولا أعرف نفسي وأعرف تاريخي، وزملائي يعرفوني جيدا، فأنا مش ماني شاك حتى بنفسي. يعني شاكير في أكثر من مناسبة خلال ثورة الشعب الليبي ضد حكم الفرد قبل سنتين ماضيات وجه لك أكثر من رسالة وتحية يعني عبر الهواء. والله أنا مش مسؤول علي أي واحد يوزع لي تحية، عليك يوزع لي تحية. موقفي من ثورة 17 معروف، دخلت على الإعلام. حضرة العقيد، رأيناك حتى في مداخلة هاتفية مع شاكير، هل هذا الأمر غير صحيح أيضا؟ أنا لم أتحدى أي واحد يطلع حل المكالمة. موجودة المكالمة، تابعناك، كل الليبيين شاهدوك واستمعوا إليك. نعم، يعني كل الليبيين حضرة العقيد تابعوا هذه المداخلة منك مع يوسف شاكير. طلع لي تسجيل، أنا والله لم أتحدث. وسألك هل أنت مع ثورة 17، ذكرت بالحرف الواحد، ذكرت بالحرف الواحد. شوف نعم حضرة العقيد أرجوك لنتكلم بصراحة. يعني ليس فقط من رأيت يعني هذا المشهد، كل الليبيين رأوه، يعني ذكرت بالحرف الواحد إنك مع موقف بني وليد من الثورة ومن نظام القذافي، وقتها موقف المدينة بشكل عام كان معروف، كان ضد ثورة 17 فبراير. أقول من اللي قال لك أنا مع موقف من نظام محمد القذافي؟ هذا محض افتراء. إذا كان ينام عم عمر القذافي ليش ما الذي يعني بصوتك وأنت وحضرتك يعني تقول بأنك كنت من بين الرجال، قلت حضرة العقيد قلت إنك من بين الرجال الذين حاولوا الانقلاب على القذافي سابقا، وهو يعني شيء تستشهد به على وطنيتك وعلى يعني رفضك لنظام القذافي، لكن في المقابل استضافك يوسف شاكير في مداخلة هاتفية وقلت أنك مع موقف قبيلتك. هناك
غير اسمعني والله ما هناك مكالمات فيها، هو طلع في برنامج وقال وقال جايته ورقه مكتوبه كتبها. طيب ساترك الحكم للي فيه. انا دورت عليه، اتحدى اي واحد طلع لي التسجيل. معقوله سوى في ارشيف القذافي مش موجود في الارشيف ما قلت، اتحدى اي واحد طلع لي هذا التسجيل اذا كنتم صادقين. لكن الافتراء تفتر عليه. طيب برايك لماذا يمسي عليك يوسف شاكير بالخير في برامجه؟ لماذا يمسي عليك يوسف شاكير في اكثر من مناسبه في برامجه؟ والله هذا السؤال وجهه له، هو وجهه لي انا. طيب حتى فقط ننهي هذه الجزئية. أنا لا أعرفه حتى يثني عليه. في الحلقة الماضية حضرة العقيد استضفنا عبر سكايب السيد عبد الحميد الهازل، وهو من أحد ثوار كتيبة 28 مايو داخل بنوليد، وقال أن يعني تم أسره وتم اقتياده إليك وأرغمته كارها أن يطأ بأقدامه على علم الاستقلال، علم ثورة 17 فبراير. الشهادة موجودة يعني في الحلقة المسجلة محفوظة لدينا. هل هذا افتراء أيضا؟ والله افتراء، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم ثلاثة، لم أراه ولا أعرفه ولم أقول لشخص أهدس بقدمك على قلم على علم الاستقلال. عموما يعني حتى في مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم كنت تذكر العقيد معمر القذافي، ابدا لم تقل لا المقبور ولا الطاغي ولا الدكتاتور، وهي كلمات يقولها كل الليبيين ضد معمر القذافي. عموما ابقى معي حضرة العقيد، الحلقة متواصلة، ناخذ فاصل قصير ومن ثم نعود حتى نتابع مجريات ما يجري في بنوليد.